لأنهم أكرموا من في الدنيا وأنبلوا بني البشر، وتقديرا لدمائهم الطاهرة أقامت جمعية رايات الشهداء بالتعاون مع مؤسسة الشهيد حفلا لعدد من أبناء الشهداء في محافظة السويداء. حبينا نعمل حفل لأبناء الشهداء، في تقديم هدايا وفي حفل فني يعني، وحبينا نجمعهم بهاي الفعالية الأولى، بتكون على مستوى سوريا، العدد 127 طفل. حبينا نجمع الأطفال ونقول لهم إنه نحن معكم ونحن متفائلين فيكم، شباب المستقبل، أبطال المستقبل. استهدفنا في هذا النشاط عدد كبير من أبناء الشهداء بالمحافظة المسجلين بجمعية مؤسسة شهيد ورايات الشهداء، كان فعل مشترك بيناتنا، فعالية وجرح وبعض جرح من القوات الرديفة. إن شاء الله نكون حاولنا يعني نخلد ذكرى آبائهم. تضمن الحفل الذي استمر لساعات ألعابا ترفيهية ومسابقات وتوزيع هدايا بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وزرع الأمل والتفاؤل بغد أفضل. هذه المبادرات كثير بتعطينا دفع معنوي وقوه لابنائي والي بشكل خاص، لانه في عالم نحن ببالها مهتم فينا وعامله لهالعمل العظيم، شان كثير كبير كونه نحن قدمنا شهداء ودم واكيد بيستاهل هالوطن. هالمبادره كثير كانت حلوه، والله يرحم كل الشهداء. نحن هذا فدا الوطن وفدا القائد، ونحن جاهزين ولحد هسه يعني صوبنا مره ومرتين وثلاث، ونحن جاهزين. هاي الساعه بيطلبونا، نحن جاهزين للبلد وهي بلدنا. يسعى القائمون على هذه النشاطات الى توسيعها لتشمل كامل اسر شهداء المحافظه الذين ضحوا بدمائهم الطاهره دفاعا عن عزه وكرامه سوريا. من السويداء للاخباريه السوريه شام حمدان.